نبتدي معاكم اول اخبارنا من النادي الاهلي. يؤكد الفلسطيني وسام ابو علي مهاجم النادي الاهلي انه بيعيش اسعد ايام حياته خلال تواجده في النادي الاهلي، وشدد على انه احرازه لهدفين امام بلديه المحله في الدوري هو حدث سعيد جدا بالنسبه له. تقدم وسام ابو علي بشكر الجماهير المتواجده اللي شجعته وشجعت طبعا الفريق، وكانت حريصه على الهتاف هافات لي ولفلسطين، واكد انه بيهدي الفوز والهدفين لي ولاسرته ولجميع الفلسطينيين. كمان أضاف كولر المدير الفني: هو من طلب مني أن أنا أسدد ضربة الجزاء خلال مباراة البلدية. بيبدأ النادي الأهلي اليوم التحضير لمباراة أمام يانج أفريكانز يوم الجمعة اللي جاي في ختام مباراة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا بدون راحة بعد انتهاء مباراته ضد بلدية المحلة أمس. ومارسيل كولر طبعا عايز يحضر تحضير جيد جدا لمباراته أمام يانج أفريكانز باعتبارها مباراة صدارة المجموعة، والفوز فيها هيمكن النادي الأهلي من أنه هو يعتلي صدارة المجموعة، وأن الفوز أو التعادل بيجعل الفريق الأحمر يفرض طبعا قبضته على الصدارة، وبينما الخسارة هتجعل الفريق التنزيل زاني يعتلي الصدارة باعتبار ان الفريقين هم المتأهلين بشكل رسمي لربع نهائي دوري ابطال افريقيا عن المجموعة الرابعة. اما بقى عن ياسر ابراهيم، فبيخضع ياسر ابراهيم مدافع النادي الاهلي لاشعه رنين جديده خلال الساعات القادمه عشان يحدد حجم اصابته ومدى غيابه بشكل دقيق، بعدما اثبتت الاشعه الاولى اللي اجراها اللاعب انه بيشتكي من الاصابه بمزق في العضله الخلفيه وغيابه مده شهر. بدا ياسر ابراهيم في اداء برنامجه التاهيلي خلال الفتره اللي فاتت عشان يكون جاهز للمشاركه في المباريات، وانه هيغيب عن فريقه لفتره مش هتكون قليله. كمان النادي الاهلي هيفتقد جهوده في مباريات مهمه زي مباراه بلديه المحله طبعا اللي اتلعبت امبارح، وكمان لقاء يانج افريكانز اللي جاي، ثم نهائي كاس مصر امام الزمالك بخلاف مباريات الدوري والبطوله الافريقيه.